مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو إن شاء الله هذا الشهر أنا شايف الورق حلو وحبايبي تفائلوا والتفاؤل هو الحل بالبداية قبل ما أنسخ خليني أحكي الأبراج أو الطاقات أكثر إشي مبين ميزان أسد قوس في كمان اللي هم ناريين نارية هوائية وما ايه هذا اكثر شيء مبين بالورق آه خلينا نشوف طاقه برج آه الدلو لهذا الشهر يعني اغلب افكاره او آه سوري اغلب افكاره او آه يعني طاقته على شو مركزه هاي الفتره آه مشاعره افكاره لكل فتره لها طاقه معينه فنشوف طاقته آه لهاي الفتره كيف عامله اها آه شايفة نوعا ما تحقيق بعض الأمور اللي كانت شوي صعب إنه تتحقق شايفة تركيز عليها وشايفة في نتيجة حلوة من وراها فشايفتك عم بتركز على الطموحات أكثر إشي يا برج آه الدلو آه وكأنك عم شوي <applause> فقدت الثقة بالحب جيت يعني كل أملك بالشغل البعض منكم طبعا مش الكل عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة بتصلوا كتير صلوات دعوات يعني عم بتكون وعم تتواصلوا روحانيا وعم بيكون في حب كبير في موجود على الأغلب حب جديد على الاغلب لكن ممكن يكون مع اشخاص قديمين يعني مش مش شرط لكن الاغلب هاي هي طاقتك لهاي الشهر حبيبي شايفيتك طلعت من مشكلة كبيرة خلينا نقول هاي المشكلة انا بسميها يعني اشياء كبيرة مصيرية طلعت منها ممكن تكون هي انتهت خلاص طلعت منها لكن ممكن تكون طلاق ممكن تكون خسارة عمل ممكن اللي هي خسارة يعني ولكن انت تعديت هذا الموضوع بعد ما خسرت هذا الشيء زرعت نصر او في عندك نصر بعديها تماما يعني هي المشكلة بعدين النصر تماما واكنه على نفس الشخص او بنفس الاتجاه هدول الكرتين عم بيكونوا لانه بجنب بعض مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك تستشفي عم بشوفك شوي تعبان يمكن الظهر عندك او تعبان نفسيا ممكن النوم عندك في مشكله او الاكل الجهاز الهضمي اكثر يعني بعضكم طبعا مش كلكم ولكن هذا الموضوع عم يتطور عم بيصير ممتاز شايفيتك بالعمل عم بتحقق انتصارات اكثر من انتصار واكثر من فوز عم بتحقق واللي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكثر من فرصه انا بشوف هذا الشهر اكثر من فرصه لهم انه يلاقوا شغل ف حلوه كتير على مستوى العمل عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب او العائله والعمل من بعد فتره كان فيها التوازن مش اوكي عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية كان في عندك شي قوي يمكن سحر أو حسد أو شغلة ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها شهر سبتمبر إن شاء الله بتكون خلصت من هذا الموضوع نهاية سبتمبر بتكون خلصت من هاي الطاقة السلبية إن شاء الله تماما شايفيتك نظيف الشاكرات تبعولك نضاف في آخر الشهر أمورك تمام ، أكتر شي الناس اللي عم يدرسوا عم بشوف في نتائج كتير حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان أكتر من مرة ولكن شايفة نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الأصدقاء أو مع الأهل عم بتفرح أهلك بهذا الموضوع أو عم يعني يفتخروا فيك وممكن تكون نفسك أنت صاحب العائلة يعني الأب أو الأم أنت نفسك الدلو أنه أولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع الدراسة هذا الشهر فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا أو عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يكبوا كل الاشياء السلبيه وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف برج الدلو الاشخاص وكأنه عم بغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الأشخاص اللي حواليهم عم بغيروا جلدهم يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة عندك حكمة كبيرة بتحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير أكلته انت فعلا انظلمت كتير آه فعم بشوف بعده زي ما قلنا في انتصار من بعد هاي المشكلة آه شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق آه فكرة بشوفك فيها آه اما شغلة ابداعية او شغلة آه بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون في جمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول تعمل هذا الموضوع يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير عم بشوفك كتير كريم انت بالاساس كريم بس هذا الشهر أكثر عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك امرأه او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص برجه مائي على الاغلب هذا الشخص في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه رح يضل فتره يعني في في راسه انت موجود وراح يحاول انه يعني يعمل شويه مشاكل ولكن ما راح يطلع في ايده شيء، انا ما شايفه انه بس اللي هي على الفاضي محاولات فاشله، بس انك شوي تكون محترس من هذا الموضوع، عزيزي في في عرض راح يتقدم اما منك اما من الشريك، شايفه في الكروت جايه فوق بعضها كثير حلوه انت والشريك شايفيتك في في قمه الحب وال من بعد مشكله كبيره يمكن هاي المشكله نفسها يعني مشكله كانت مش صغيره مشكله كبيره مع الشريك صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءه ممكن تكون عكسيه لانه عامه ولكن عم بشوف من بعد هيك عم بشوف اصلاح للامور عم يعني عم الامور ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت العلاقه شايفه للناس العزاب شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا يعني عندهم مواصفات عالية جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او عم مش بتكبروا عليها عم بيشوفوها انه مش مناسبة مع انهم ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا اعطوا فرصة في شخص ممكن انه يظهر في حياتكم هذا الشخص ممكن يكون برجه إما ترابي إما هوائي يعني رح يكون منيح رح يكون كويس ممكن أدملكم الحب اللي انتم محتاجينه أنا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص معين عم بشوف فرصة حمل كبيرة للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف الحمل او هم اوريدي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بصير على خير مش مبين بنت او ولد مش عارفه يمكن بنت بس يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي كتير عم تحتفل هذه الفتره عم تطلع من فتره قاتمه لفتره حلوه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقه او لو كنتوا منفصلين، عم بتفكروا في بعض بطريقه فظيعه، التنين انا شايفه حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع، فعم بشوف سيطره هدول الاشخاص لسه موجوده لحد الان، ولكن بالمستقبل القريب ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص، اهم شيء رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبه للازواج شايفه في ناس عم بتفكر في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقه ثلاثيه عم تكونوا داخلين فيها. بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفتره تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شويه اسرار تطلع لبرا من غير ما تقصدوا او غصب عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف اذا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر اذا شايف انتصارات بالعمل يعني ممكن يكون اللي هو ترقيه لانه شايفه عندك مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت او تنتقل على بيت جديد والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو ترقيه او منصب معين فكتير حلو بالنسبه للتحذير اجاكم حظكم انه آه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلت لكم عنهم في ما بين الاصدقاء في شخص متخفي آه في شخص عم بيدس بي سم معين او سموم معينه أف افكار عم عن بحكيها عنك بطريقه غير مباشره وكأنك بتعرف هذا الشخص أو ما بتعرفه أنا ما بعرف <applause> بس إنه هذا الشخص ما عم يكن لك الخير وحطك في راسه فدير بالك ممكن يكون بأي وسط يعني مش بوسط معين هذا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت إلك وكرت للشريك إذا كان في شريك للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة أو شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن اذا لبرج الدلو اذا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك اهم شيء عم بتغير حالك لانه برج الدلو كتير طيب يعني عم بيستغلوا في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من تصرفاتك تحط حدود وانا شايفتك هذا الشهر ماشي بال يعني بالإتجاه الصحيح خلينا نقول إذا كرت إلك إيه كرت للشريك بالنسبة إليك إيه حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بالحبيب ما رايح أبدا من فكرك قد ما سبب لك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه مثل الورده لسه عم بتشوفه يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير عم تطلق عليه احكام وكذا لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه حبه كبير واحلى كرتين آه كمان الشريك الشريك آه عم بيحاول انا شايفه في عنده طاقات سلبيه ممكن تكون من طرف ثالث عامل له طاقه سلبيه او آه يعني من طرف آه مو شرط طرف ثالث اللي هو خيانه لا يعني ممكن تكون اي طرف آه لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا ال من هاي التراكمات اللي عنده شايفة عنده مشاكل عم بيركز أكثر إشي على إنه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة لقدام فهذا أكثر إشي عم بفكر فيه وعم براقب وبغار بطريقة فظيعة لكن ما عم يبين مبين عندي إنه شوي شخص متكبر أو عنيد غامض عم بيخبي أمور أو بيتقصد يكون غامض لحد يغيظكم يمكن خلينا نشوف أوراكلز ايموشنز هاي هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج الدلو رح يركز كتير على عواطفه وأساساً هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة إله سبتمبر شهر مناسب للعاطفة آه نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله إنه changing your mind يعني إنه أنت رح تغير تفكيرك أو الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس أو إنك تحط حدود زي ما قلنا هذا الكرت بيأيد هذا الموضوع هون بقولك لك away from the world and seek بقول لك شوي ابعد عن الزحمه الحياه المدن الـ العجقة اللي بحياتك حاول تبتعد تعمل خلوة لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مديتيشن يمكن تعمل أي سلوك روحاني أي ممارسات روحانية لحالك تستعطي حالك شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك ما كثير ترد على على اللي حواليك او على الناس اللي حواليك راح يكون يعني راح يكون في لغط لانه قلنا قبل شوي في اشخاص حواليك ما عم يريدوا الخير فبيقول لك انتمي او اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسه يعني قويه فهدول برج الدلو كمان بيقول لك نو دلو. هذا الكرت كرت قانوني بس بيقولك انه انتبه من الامور القانونيه من المخالفات بشكل عام انك تخالف وخاصه في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا كون يعني ماشي على القانون مية بالمية ما تتركها للحظ هاي الفتره اه بيقول لك تان باك في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كذا دخلت فيه لكن مثل يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شيء انك تطلع منه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع أكثر وأكثر اطلع من هذا الموضوع أو يمكن إدمان معين ممكن إدمان ممكن تعلق ممكن شيء معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة يعني اطلع منها هذا الشيء على فكرة جديد إن كان شخص أو حدث أو مشروع هذا شيء جديد ما عم يحكوا عن شيء قديم look forward آه بيقول لك صح في بطريقك كثير مثل معوقات او تشالنجز كثير بس بيقولك لك آه لوك بس تطلع قدامك خطوه بخطوه ما تفكر ب آه يعني كثير لوقت بعيد آه كون متفائل وفكر بس آه باليوم وبكره وكون سعيد ما تحمل حالك آه اكثر او ما تكبر الامور اكثر آه ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بحكيلك آه نفس الشيء بيقول لك امن بال بال guidance جايدنس اللي جواتك آه آه كمان بحكي عن الحاسه السادسه والحدس انه في عندك حدس كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنميه ممكن انك تنمي هذه الموهبه آه اكثر واكثر بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشيء بيحكي لك your internal guidance ركز ما بعرف ليش طلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسة سادسة يعني بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع نمي هاي الجفت اللي جواتك آه هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو آه بيحكي لك اعمل مديتيشن عن, عن طريق المشي اللي هو في في طريقه مديتيشن مش بس بالشمعه او انه نتنفس وكذا لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشيء غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار تانية هو دائما هدف المديتيشن انه تعمل تركيز فوكس على يعني على, على على التنفس على البريزينج على إشي معين او بنادول او شيء يعني صوت معين بحيث انك تتخلص من كل الافكار ايجابيه او سلبيه لمده دقائق, دقائق. آه هذا الشيء بيعمل كثير فرق معك ويزيد طاقتك الايجابيه فهو بينصحك بهذا النوع من المديتيشن اللي هو بالمشي ايتش داي كل كل يوم لمده اسبوع فحلو يعني اتبعوها اعملوها اسبوع وشوفوا ايش بيطلع معكم يعني ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الاوراكل نشوف كمان الفيري اوراكلز أه بيقول لك بكفي انك تضلك تفكر حالك انه انت انت الضحيه انت فعلا انظلمت أه يعني انا بحاول اربط الكروت الاوراكلز بالقراءه اللي قراناها فبحكي لك يا دلو انه بكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا انت فعلا كنت ضحيه ولكن متابعه التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس نفس الاحداث فاطلع من هاي الطاقه من انك انت تكون الضحيه وانا شايفه بالورق انه انت رح تغير جلدك ورح تغير من طريقه تفكيرك فهذا الشيء حلو آه حلو كتير بيقول لك celebrations آه في عندك احتفالات آه في في وممكن تكون زواج فحلو كتير وممكن تكون احتفالات مع الزوج او الزوجة فكمان كرت حلو آه بحكي لك آي آه برينج هذا الملاك آه بيقول لك I bring a message from your uh diseased love one من حبيبك السابق او وكانكم مبتعدين عن بعض بيقول لك ام هابي ات بيس اند اي لاف يو فيري ماتش هو بيحبك كثير وهو عايش في سلام مع هذا الحب بيقول لك لا تقلق يعني فيه لا تشك يعني في لا لا تفكر افكار مش حلوه وكانه بيطمئنك الحبيب او الشخص اللي انت حاطه في بالك يعني مو شرط يكون حبيب ممكن صديق صديقة بيقول لك انه الصلوات اللي عملتها او الدعوات اللي عملتها رح رح تصير ان شاء الله في في وقت قريب ولكن بيقول لك كمان هاي الصلوات مش بس عشان انك يعني لا تعملها بس عشان انك تحصل على شيء معين هي في حد ذاتها هي هيلينج هي استشفاء فممكن تكون كمان عاملها علط يعني عشان استشفاء مش عشان شيء معين هذا الكرت طلع معانا مقلوب هو اساسا منيح اللي طلع مقلوب لانه بي يعني بيحكي لك انه انتبه من المشاكل اللي حتواجهك مشاكل صغيرة ما إلها أهمية لكن بما أنه طلع مقلوب معناته إن شاء الله ما في مشاكل والأمور ميسرة وعلى خير إن شاء الله نيجي للفقرة اللي قلنا عنها الإضافية أنت رح تسأل سؤال حبيبي وإحنا أنا رح أجاوبك بنعم أو لا فأنت أضمر على سؤال أو أعمل بوز للفيديو وأسأل سؤال معين خلينا نعرف أنه هل سيحصل؟ وإذا أوكي يعني متى التوقيت أو بشكل عام قريبا بعيدا يعني اللي بيطلع معنا ف هذا الشيء راح يحصل إذا لبرج الدلو أو لا ممكن يكون سؤال يعني بسيط ممكن يكون هدف ممكن يكون أي شيء أوه مية بالمية إن شاء الله يا برج الدلو هذا آه هذا الكرت آه كمان يعني مبشر بأكتر من آه من شغله يعني وكانه اكثر من حلم اكثر من امنيه رح تتحقق بنفس الوقت انا شايفه تنتين ماسك في ايدك تنتين شغلتين وعم بتكون عندك آه اللي هو يعني فرح كبير آه نتيجة هاي الشغلة حلو كتير آه نشوف إذا في وقت معين أو شيء متى هذا الاشي ممكن إنه يصير بشكل تقريبي طبعا مش محدد قريبا جدا هذا الاشي رح يصير بعد أربع إشارات يعني أربع مثلا أربع أيام أربع أشهر